السلام عليكم. هذه بناية رائعة من نوع فيلا أو بافيون تقع على الشاطئ نتاع مدينة عنابة، والملفت هو أنها تستعمل كتير الخشب في الديكور وكذلك في يعني العوازل أو لي باروا أو لي كلوازون، كأنه لاحظت أنه فيه استعمال كثير للخشب في منطقة يعني الجهة الشرقية للوطن كولاية عنابة، وخاصة ولاية طرف اللي فيه يعني ثروة غابية كبيرة في المنطقة، وتسمح باستعمال الخشب في التزيين أو في البناء، وهذا شيء إيجابي ينوع من العروض تاع البناء وال يعني لي ميثود دو كونستركسيون، الانماط نتاع البناء تزيد اضافه جماليه. وان شاء الله احنا نتمنى تكون النوع هذا نتاع المنازل على الشاطئ، وما نتمناش تكون فيه بنايات عاليه على الشاطئ او بناء فوضوي على الشاطئ كما لاحظناه في بعض المناطق الساحلية للوطن. ماذا بينا الشاطئ يكون فيه بنايات من هذا النوع، طابق أو طابقين لا أكثر، باش نقصوا من التلوث نتاع الليتورال نتاع الساحل نتاعنا، ونعطوا إضافة جمالية للساحل، لأن الساحل هو واجهة للوطن، واجهة للبلاد. فإذا مراعاة الجانب الجمالي والعمراني والهندسي في البنايات بصفة عامة وخاصة على السواحل لازم تكون فيه ملائمة ومطابقة لهذا النوع من البناء في المناطق الساحلية. إن شاء الله يكون فيها هذا يعني إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.